الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزل. إذا رأى الشخص في المنام التوت علامة على الرزق الواسع القادم له الأيام القادمة. من يرى في المنام أنه يأكل التوت علامة على الأشياء السعيدة التي تحدث إليه، والله أعلم. رؤية التوت في المنام في عمل صاحب الرؤية علامة على الترقية في العمل، أو مكافأة كبيرة في العمل، أو مكسب مادي كبير الأيام القادمة، والله أعلم. إذا رأى الإنسان أنه يأكل التوت علامة على الأرباح المادية والتجارية بشكل كبير. إذا رأى الشخص التوت في المنام علامة على التغيرات التي تحدث في حياته الأيام القادمة للأفضل، والله أعلم. رؤية التوت الأخضر في المنام علامة على وجود أشخاص محيطين لصاحب الرؤيا يتمنون له الشر والسوء، والله أعلم. ومن يرى في حلمه التوت الأخضر علامة على الأمور الصعبة والاضطرابات التي توجد في حياة صاحب الرؤيا. رؤية التوت الأخضر في المنام علامة على صلاح الأحوال بعد الذنوب، والله أعلم. رؤية التوت الأخضر في المنام علامة على الشدة التي يمر بها صاحب الرؤيا بشكل كبير. رؤية أكل التوت الأبيض في المنام علامة على الزواج القريب من فتاة حسنة، والله أعلم. إذا رأى الإنسان أنه يأكل التوت الأبيض علامة على المنصب الكبير العالي، والله أعلم. رؤية تناول التوت الأبيض في المنام إشارة على السعادة القادمة لصاحب الرؤيا هذه الأيام. رؤية التوت الأحمر علامة على المنصب العالي الذي يصل إليه صاحب الرؤيا. من يرى في منامه أنه يأكل التوت الأحمر علامة على الارتباط أو الخطبة القريبة له، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة.